في مشاركة عالمية وعربية واسعة يناقش العالم في مجلس الأمن من خلال الاجتماع السنوي المنعقد تحت عنوان السلم والأمن الدوليان يناقش قضايا المنطقة، حيث استعرضت الدول جهودها من أجل تحقيق الأمن والسلم في ظل الظروف المعقدة الحالية في مناطق وأقاليم مختلفة. من أجل منع تصاعد الأوضاع في المناطق الساخنة، يناقش مجلس الأمن في الأمم المتحدة في جلسته السنوية قائمة التحديات الطويلة التي تواجه السلم والأمن في الشرق الأوسط بحضور سفراء دول العالم والدول العربية ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أكد على أهمية جهود البحرين في مواجهة هذه التحديات. And we express our gratitude to Bahrain. نعرب عن امتناننا للبحرين ورومانيا وجنوب كوريا لانضمامهما إلى بولندا والولايات المتحدة في استضافتهما لفرق العمل هذه. Object of these discussions. مشاركة مملكة البحرين في الجلسة والتي قدمها سعادة السفير جمال الرواعي سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة جاءت مركزة على عدة نقاط محورية في قضايا الأمن والسلم في الشرق الأوسط، انطلاقا من أهمية أمن هذه المنطقة من أجل أمن العالم والعمل عليها مهما بلغت تعقيداتها. السيد الرئيس، لقد أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أن الأمن والاستقرار في العالم يعتمد على التدفق الحر للتجارة، وأمنه في نهاية المطاف يعتمد على ما يحصل في هذه المنطقة الهامة. سيد الرئيس، أن التحديات التي تواجه المنطقة اليوم ذات أبعاد عميقة ومعقدة، تمتلك القدرة على تغيير المنطقة لعقود مقبلة، مما يتوجب علينا كمجتمع دولي أن تتضافر الجهود لضمان استقرار المنطقة والتزام جميع الدول بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تفاديا لخطر زعزعة الاستقرار لفترة طويلة في هذه المنطقة من العالم. جاءت جميع مشاركات الدول مؤكدة على محاربة الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، كما وأبدت المشاركات انتقادا حادا لسلوك إيران العدائي وتعريض المنطقة والعالم للخطر. رغم تفاقم الوضع وجدية التحديات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن جميع الدول ما زالت تتفق على أن خطة العمل المشتركة في الإطار الدولي هي الحل الوحيد للتعامل مع جميع هذه القضايا. نادين الحيبي، تلفزيون مملكة البحرين، الأمم المتحدة، نيويورك.